مشاهدينا الكرام لنهائي بطولة نادي القادسية ليوسف داسيات كرة القدم. يقف معي في هذه اللحظات أحد الضيوف المهمين الذين شرفوا هذا النهائي، رئيس لجنة الأحياء في الخبر الجنوبية وثقب الأستاذ فرحان العنزي. أستاذ فرحان، نرحب فيك لظهورك المستمر والدعم لشبكة الفارس العالمي. الله يعطيك العافية، أتشرف فيكم. الحمد لله، يعني اليوم في ختام سداسيات كرة القدم لنادي القادسية، يعني إضافة نعتز فيها. تواجدنا هو دعم للشباب، الشكر موصول إلى نادي القادسية لإقامة مثل هذه المناشط التي يتم الاستعداد للدورات الرمضانية من خلال هذه البطولات السداسية. المستوى الفني يعني المنطقة الشرقية يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أبرزت لعيبة، يعني خصوصا على منتخب المملكة للصالات، يعني كلاعبين أنا أقول لك يعني ما شاء الله، يعني تعتبر ولاد المنطقة الشرقية في هذا المجال. ومن بالنسبة للمدربين يعني يكفي بعض الأخوة مثل الكابتن القدير بندر باصريح اللي يشرفنا دائما في بطولات خارجية مثل بطولة الروضان بالكويت. فالحمد لله. بالنسبة لحضور الالتفاف لنادي القادسية، أنا اليوم زرت نادي القادسية بطريقة شفت تغير جذري. أهني مجلس الإدارة بهذا الإنجاز الجماعي، والشكر موصول إلى سعادة رئيس نادي القادسية الأستاذ معد الهاجري. صراحة اليوم حسينا أن النادي ليس رياضي فقط، النادي رياضي اجتماعي ثقافي. الجميع التف حول هذه الإدارة بحيث أنه شفنا عمل جماعي، شفنا تطور في النادي، شفنا حضور شرفي يعني من جميع أعضاء مجلس الإدارة والجماهير من أبناء والله المهندس عصام الملا. الحقيقة يعني هذا الرجل بكل أمانة هو من قدم الدعم الحقيقي لأبناء الخبر. بحكم أني أنا ماسك لجنة الأحياء، هذا الرجل دعمني مباشر، قدم شيء يعني ملموس على أرض الواقع. أندية الأحياء داخل الأحياء تبنى هذا المشروع، متابعة شخصية من سعادته أنه ما تحتاجون داخل الأحياء. اليوم احنا نشاهد ملاعب ساحة الإسكان تقدم نموذج على مستوى المملكة بأن هذا النموذج يدار من أبناء الأحياء. طبعا تواجد سعادة الرئيس البلدية المهندس عصام هذا دلالة على هذه الشخصية الكريمة، أنه الحرص للشباب خصوصا التوجيهات الكريمة يعني للاهتمام بفئة الشباب. البلدية ساهمت مساهمة فعلية في خدمة الشباب من خلال أندية الأحياء داخل الأحياء. لذلك بإذن الله إن شاء الله في توجهات البلدية القادمة وحسب معلوماتي الشخصية سوف تأخذ الاهتمام الشخصي من سعادة الرئيس البلدية بإقامة أكثر من ساحة رياضية داخل الأحياء. لذلك تنفرد بلدية محافظة الخبر بعمل نموذجي بحيث أن هناك جهات رسمية تشغل مثال من وزارة الشؤون الاجتماعية تدار بمواردها المالية لخدمة الشباب في برامج مختلفة ليست على الرياضة فقط، هي تكون برامج مختلفة سواء الثقافة الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو جميع ما يعني ينحصر في خدمة الشباب وتحت شعار روح الانتماء الوطني في خدمة هؤلاء الشباب. والله الحقيقة أنا جيت أشكر من دعمني بعد الله في هذا المقام. أنا ذكرت المهندس عصام يعتبر الداعم الأول لأخوكم فرحان العنزي، الرجل قدم لي الشيء الكثير، لن أنسى هذه الوقفة الصادقة. كان رجل يقدم مشاريع تنموية، لذلك المصلحة العامة تستوجب شكر هذا الرجل لما يقدمه لهذا البلد. ثانيا لرجال الأعمال، كما تعلمون أن الدورات الرياضية تحظى برعايات كريمة من رجال الأعمال. الحقيقة أني أنا أشوف يعني بروز رجال الأعمال وأتمنى أن يحذون حذو رجال الأعمال الداعمين المستمرين. مثل اليوم في البطولة السداسيات اليوم شاهدت المهندس صلاح الشيخ متجر الوطني بدعمه المستمر، هو من يدعم ويتبنى أحياء الخبر وقاعد يعني قاعد يقدم الدعم الحقيقي للأحياء، واليوم نشوفه في نادي القادسية وفي الدورات الأخرى. الأستاذ مساعد الزامل رجل برضو تبنى الشباب، له تواجد في الأطراف الختامية، سبق أنه من سعى بإبراز الرياضة بجلب الأسطورة الكابتن يوسف الثنيان وغيره. سام ساعد دعم بالمال، دعم بالمعنوية، قدم الشيء الكثير، كثير من رجال أعمال. باختصار لكل رجل ساهم في خدمة الشباب وكان هدفه المصلحة العامة
انا اقول هو من يستحق الشكر بكل العافيه استاذ فرحان لظهورك معنا المستمر، والكلمه حقيقه والرساله التي وجهتها لكل المشاركين في هذه البطوله. انا اختم بكلمه واحده، السنتين الاخيره هذه صراحه يعني الاحياء وغير الاحياء من الانديه خصوصا البطولات هذه بكل امانه قدمتها إضافة من فريق شبكة الفارس. شبكة الفارس يعني قدمت نموذج حتى على المستوى الرسمي، على مستوى الإدارات الحكومية، على مستوى الأحياء، قدمت نهضة إعلامية. أحيانا الأحياء لا تبرز، المنشآت لا تبرز، ولكن لا نقول غياب الإعلام الرسمي، لا نقول هؤلاء الشباب قدموا شيء مميز، يعني سووا إضافة. إذا كان هناك شكر فأقول أسأل الله أن الله يوفقكم، صراحة عمل مميز، الجميع أشاد فيكم، الجميع أشاد فيكم بجميع المجالات، يعني من جميع الإدارات. أنا شفت يعني لكم تغطيات، يعني مثال على أكبر مشاريع في المنطقة الشرقية مثال رأس الخير كنت أنا متواجد، وكثير من التغطيات الرسمية، وهذا أعتقد أن هذا نجاح، والنجاح لا يأتي إلا بالطموح والعزيمة والإصرار، وهذا هناك دليل على أن وجود رؤية وعمل مؤسسي. أسأل الله أن الله يوفقكم، وإن شاء الله بإذن الله سوف تجدون الدعم من المسؤولين في دعم هذا الفريق شبكة الفارس. يعطيك العافية أستاذ فرحان. الشكر موصول لك أستاذ علي، شكرا.